بتروح لعند طبيب نفسي؟ والله هو الطبيب النفسي مفيد، لان انا بحكي هيك حالي واحد بتتعب نفسيته، الطبيب النفسي مفيد لاي انسان، يعني من دون طبيب نفسي احنا بنمرض. ما المجنون، ما في شيء اسمه مجنون، هذا اسمه شيء اسمه معاق عقليا. لما بفكر بهالشيء نقول عن فكره المجنون، المجنون مبدا ما انا موجود بقاموس كلياته على بعضه. انا محتاجه بروح بيعالجني وبعيش حياتي طبيعيه، بالعكس افضل. في عندي مجتمع بيساعدني على الشيء اني امرق من هالازمه، لهيك ما بحاجه طبيب نفسي، اخر احتمال بحطه عندي انا. بيريحك الدكتور، بيعطيك حل، بيشوف مشكلتك. لا انا مع اني بالنسبه لي انا برو بنصح اي انسان تعبان شوي انه يروح لعنده. هلا للامانه هي الثقافه هي هون عندنا بالبلد كونها شرقيين ما انا موجوده غير الغرب طبعا. هو كاي مرض يعني يعتبر كاي، يعني ممكن واحد يروح يفضفض يمكن لزميل يمكن لهي، فحلو تتعمم هالثقافه عندنا، ولكن للاسف الكل بخاف لانه هون عندنا بيتنمروا، اول شيء راح يقولوا مجنون، يعني هذا الكلام التنمر عليه كثير صعب بشوفه انا. ولكن ما عاد حتى شوف انه الاطباء النفسيين عندنا ما معروفين، يعني اذكري لي اسماء، مثلا في اسماء قلبيه، في اسماء عده دكاتره يعني بنعرفهم ومشهورين، ولكن الدكاتره النفسيه ما بشوف يعني انه حدا بيلتجئ لهم. اذا عندك مشكله نفسيه كيف تحلها؟ بحلها انه مبدا انه والله بالذكريات، او مثلا عن طريق الصدمات القويه، بس الصدمات تكون حلوه يعني عن شيء انت تفرحي فيها، يكون عاملك شيء شخص بيحبك مثلا. هلا مثلا نفسيتي تعبانه، بطلع بتمشى وبتسلى هيك لو يعني لوحدي، بطلع بتسلى وبمشي وبنسى يعني عادي. الانسان هو حكيم نفسه. احيانا بالعزله لحالي او بالمشوار باخذ نصائح من الارشاد النفسي، اي انسان بيكون اختصاصه هيك باخذ نصائح منه. اكيد لازم نزوره، بس قبل ما نزوره انا بسال حالي سؤال، شو اسباب تعبي النفسي؟ واكيد معروفه شو الاسباب، فبعالج حالي انا بصراحه كابتسام، بعالج حالي بالميوزك بالدرجه الاولى، بقرا قران، بلعب رياضه، بطلع من المود الالم فيه. بس انا لي الشرف اني رحت على دكتور نفسي وحكيت له، قلت له انا مريضه نفسيه 1 2 3. قال لي المريض النفسي ما بيعترف انه مريض، فطلعت ماني مريضه الحمد لله. بنكتئب، هو اكتئاب، هو حزن زعل بسبب الظروف المارقين فيها، بنتفائل بنتشائم للاسف.